طب انت قلت لي قبل ما نطلع على الهواء، قلت لي انا بقدر هلا فوت على تليفونك، كيف انت ما اخذت تليفوني؟ مش تليفونك انت. نعم. هلا اذا بدنا نفوت على تليفونك نحن قادرين خلال لينك، اذا انا ماني قادر اخذ تليفونك نحن من خلال لينك اللي دائما انا بنصح من ولا حدا تفتح لينك. انا عندي محل تليفونات، اوكي، انا اذا بيبعثوا لي لينك لشيء انا منزله انا ما بفتحه. طب نحن بيوصلنا، نحن بيوصلنا لينكات اخباريه اليوم، نحن بحاله حرب. صح. كل شوي بيوصلك لينك. صح. بيوصلك صوره معينه، ما هي مخبايه ورا هول اللينك. المشكله انه بيفتح اللينك على الخبر اللي انت بدك اياه. يعني اليوم اذا هي الاشخاص اللي عم تبعث لك هي منا موثوقه، انت ما لازم تفتحي. بس اليوم نرجع منذكر، هيدا شغل هاكرز، منه شغل شخص عادي. يعني اليوم شخص عادي ومنه قادر يخرقك بهيدي الطريقه، وعاده هيدي الامور بيكون هدفها الابتزاز. يعني اليوم اللي بيستعملوا هيدا الاسلوب بيكون هدفهم الابتزاز. يعني انا هلا فرضا انا بدي اتجسس على شخص اخر، بدي اقلب الاشياء، هو يعني هيدا شيء مش مقبول. ولكن بحال حصل انا ببعث لينك، لازم اكون انا هاكر لاقدر اتجسس، ولا فيني اتعلم بعض الخطوات البسيطه واعملها؟ عم بسال للحمايه. أكيد. انا برايي هي التعليم لإلها منه بهيدي السهوله اللي نحن عم نحكي. نعم. فيها، وهو بعرضك للحبس. يعني انت بعدك عم تحكي عن الماده. اليوم الهاكرز هن بيقدروا يعملوها لانه قادرين يحموا حالهم. يعني اليوم اذا انت قدرت توصلي لها، لانه انا برايي اليوم الانترنت هو مفتوح للعالم كله وقادر تتعلم اللي انت بدك اياه. بس اللي انا بخبرك اياه كوني اكيده، اذا انت ما بتعرف تعمليها وعملتيها، الجهات الأمنية عندنا كتير صارمة بهذا الموضوع، وهي بتقدر تجيبه للشخص بكل بساطة. سهل تعملها؟ منا بهيدي البساطة الكتير كبيرة. أيوة. منا بهيدي البساطة الكتير كبيرة، بس إنه إيه بتنعمل. قد إيه بيوصلك أشخاص بدهم يتجسسوا على شركائهم، على ناس يعرفوهم؟ يعني نحن بقلب المحل بينعرض علينا أرقام فعليا كرمال مراقبة، بس أنا قايلها على صفحتي برجع بقولها هون، انا مستحيل ساعد شخص بهيك خبريه بولا طريقه ولا اغراء. بدي اشوف شيء لانه نحن صرنا بدنا نختم. اوكي، في هذا التليفون. يعني اذا انا ما بفتح ولا لينك، اي انسان بيوصلوا لينك ما يفتح. انا برايي ما يفتح ولا لينك هيدا ابدا. هذا التليفون. هذا التليفون. نعم. وهذا التليفون هو موجود هون. بس اي ارقام انت بدك اياها هون؟ ارقام ارقام ارقام. كم رقم؟ شو ما هن. هلا انت اللي عم تكبسيه عندك هو موجود عندي، هو ذاته على الشاشه. ظهري من التطبيق هو هيدا سامسونج. سو نحن اذا بدنا نشوف، بس شوفي اذا في شيء ابلكيشن انا ماني منزل عليه ولا ابلكيشن. شوفي اذا في ابلكيشن هي غير اللي هن بيكونوا موجودين بقلب السامسونج. طبيعيات اللي بنعرفهم. هلا هلا عم تتجسس علي على الهواء؟ هلا كل شيء انت عم تعمليه. هلا عم تتجسس علي؟ هلا موجود كل شيء انت عم تعمليه هون، هو عم بين عنده بالضبط. هلا الصوت عم سكر ابلكيشنز انا. صح. اوكي، سكري ابلكيشن هون مبين. عم سكري ابلكيشن. لحظه، اي ابلكيشن هلا؟ صوتي. سمعتي صوتك؟ هيدا صوتك. هذا شيء مرعب. انا اي ابلكيشن فتحت هلا؟ هلا انت فاتحه البلاي ستور، رجعت فتت على الواتساب. يا لطيف. ممكن تشوف صوري؟ ممكن تشوف صوري كلهم، تشوف كل شيء. يعني كل شيء الابتزاز ممكن نتعرض له. هو الهدف عم بيكون بين اثنين، مثل هيدي الابلكيشن هي عم بتكون هدفها دائما هي الغيره. هلا فاتحه الكونتاكت. هلا فاتحه الكونتاكت. بلس هيدا انت شفت قسم منا. نعم. لهيدي الابلكيشن انت ما شفتيها بشكل كامل. هيدي الابلكيشن بيقدر يحصل عليها اي انسان؟ ايه، بس كمان انه هو يشتغل عليها منا كثير سهله، وما حنعلم حدا. يدفع مصاري كثير؟ خلينا فينا اذا فينا ما نحكي فيها. لهيدي الابلكيشن كثير حريص انا رابعة. طبعا كثير حريص. طبعا انه انا ما فوت بالديتيلز تبعها، انا بقلب الفيديو قلت لهم انا كيف فيني احميكم منا لهيدي الخبريه. فانا لا بخبر عنها ولا بحكي عنها. الانسان بده يحمي نفسه بده يجي لعندك؟ لا، يعني منه مجبر. انا عندي صفحه. اعطيني هيك كيف الانسان بيحمي نفسه بشكل عام. أوكي. احمد رابعه، انا عندي صفحه دايمه بدي اختم دايمه دايمه. نعم. بنزل عليها تيبس انا كيف تقدر تحمي حالك من هول الاخبار، حتى اذا نزل اخبار فيك. يعني امبارح
صارت خبريه فيك انه الواتساب صار فيك تعمل اد اكونت، صرت بتخترق طلعت بفيديو. لا انت ما بتنخرق، يعني انا بعطي تبس اللي هي فيك واللي هي مزبوطة بتنعم بعطيها. بس كيف كل انسان ما بده يجي لعندك بيحمي حاله؟ اليوم عم بيشاهدنا بكل العالم بكل بساطه. اول شيء يوم تليفوني سريعا ما حدا لازم يحمله. حاطط انا طريقه، لو حتى بدك تعطي تليفونك لحدا بده يعمل تليفون، كيف يضل بس بالكول ما يظهر من الكول. والاهم من كل شيء اللي دائما بذكره، ما بنفتح لينك، ما بنفتح صوره او لينك من اي شخص نحن ما بنوثق فيه ابدا. بهيدي الطريقه انت محميه 100%، واي شيء بيصير معك انا هيدي سيرفيس عندي فور فري، بقدر انا احميك للماكسيموم. شكرا لك احمد سلوم. يعني الهدف من هيدي الفقره هي طبعا التوعيه انه كلنا ممكن نكون مخترقين وممكن يكون عم بيتم التجسس علينا، فانتبهوا كثير.